بزيارة لمصنع لومار. احنا ومجموعة من CEOs مع استاذ لؤي نسيم. احنا بنقيس كل متر وبنشوف كل متر وكل سنتي. اذا كان عليها علامة خضراء زي كده معناته هذه عدت من قسم الجودة حق الكواليتي. اوكي تمام. لو عليها الاحمر معناته نحن بروف. كل قماش فيه قطن او نسبة قطن في عدد غفلات معينة. فنغسلها ثلاث غسلات ونشوف قبل التفصيل. ايوه قبل التفصيل ونشوف اول غسلة مثلا اول غسلة هنا نزلت 2% في اللينث في الطول في العرض 3%. بعدين الغسلة الثانية خلاص صارت صفر صفر ما زادت هذا مقبول ما هو مرفوض. طبعا هذه المشاكل اغلبها ترى ما تبان يعني لو جات الفرونت هنا كمان ما تشوفها. هنا العامل بيحاول يدور على الديفكت اللي شفتوها في البورد هنا. طبعا الديفكت هذه الاثنين اللي هي النوت هو لازم يعلم عليها ويحطها في فورم. هذا الفرق يبان تحت اليو في يبان انه في الازرق وهذا الابيض. قعدنا نشتغل عليها سنتين. هذه شركه المانيه اسمها بولمر هي نفسها اللي موجوده في بي ام دبليو ومرسيدس اللي بتقص الجلود حقت المقاعد. هذه تاخذ 3.5 دقائق. فوفرنا من 45 دقيقة ل 3.5 دقائق هنا كونسنت كواليتي. فهذا بلوم الحين هذا تقدر تقص هناك شايف. والمنطقة الثالثة يكون واحد يجهز فيها جديدة. ثاني حاجة هذه لازم تتغير كل يعني 6 شهور تتغير. هذه الأسود هذه فوق اللي تحت وهذا غالي فنحن نغيره كل 3 شهور كل شهرين. أفضل حشوة الألمانية قلت له وين؟ حشوة الألمانية أيوه. لازم ننظف عشان ما يكون في أي قماشة صغيرة موجودة بين الحشوة وبين القماشة. كل ثو بيعدي على 6 أشخاص كل شخص مسؤول عن جزء معين في الثوب اللي عنده. بسم الله ما شاء الله. فهنا يبدأ في سرعة في الإنتاج ودقة في الجودة التفصيل. طبعا هناك كلهم بيشيكوا لكن هنا كمان تشيك النهائي. فشوف هنا في مشكلة. ايش المشكلة هنا؟ ايوه يعني هنا في وسط. ايوه تمام. الاصفر يعني وسط تمام. الاخضر اللي هو كوي. وهذا شوف مشكله هنا صغيره شايفها هذه المشاكل قد ما تكون باينه للعميل يا وي صح. اغلب العملاء ما يشوفوها لكن هنا يشوفوها فبالتالي اذا شافوها خلاص ما يخرجوها ابدا. حلو. بعض الاحيان الثياب تتاخر على العميل ويزعل مننا ما يعرف انه ثيابه ما احنا راضيين نخرجها الا لما تكون 100% احنا راضيين عنها. والله هذا رين كوت. هذا اي رين كوت عشان زي الحلايد هذه تتجرح مو انك تفكها تحطها جوا. اي تفك هذا كذا تمام وتقلب التوب عشان الحلايد لا تخبط اصلا وتحط التوب هنا ترميه زي ما هو كذا وترمي هذا في الغساله عشان يحافظ على التوب اكثر. فهذه بتروح مع كل توب فيه حلايد زي هذا. هذه كلها ريسايكل ماتيريال تمام. وهذه مكتوب عليها لا ترميها. هذه ما ترميها تزرعها. هذه تنزرع هذه تشيل هذه كذا وتحطها في الطواف يطلع زرع يطلع سمسم. اوه سمسم. ايوه ما شاء الله. فبنقول للناس ارجعوا للطبيعه ارجعوا للبيئه خضروا الدنيا. هاي هنا تسليم المنتجات بعد ما انتهت الثياب بتروح للفروع